كشف رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى سلطان محمد عبد الله العفرار عن تحركات إماراتية واستخبارات دولية في المهرة. وخلال اجتماعه بالأمانة العامة للمجلس العام، أكد السلطان محمد عبد الله العفرار أن أبناء المهرة لن يسمحوا بجر المحافظة إلى الصراعات، وأنهم مستعدون لإفشال أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المحافظة. وأضاف السلطان محمد العفرار أن المجلس يرصد كل التحركات الخبيثة والمشبوهة التي تستهدف محافظة المهرة. تتفاعل، فليس عندنا تحفظ، فهناك تحركات مشبوهة من قبل الاستخبارات الدولية والإقليمية، وخصوص النشطة الاستخبارات الإماراتية، فهي تنشط بوثيرة وفعالية لأجل بث الفتن والصراع وتغذية كل ما هو لصالحه وتضيف أجندات خارجية. فمهمة هذه الاستخبارات هي غرس أظافر مسمومة في جسد المجتمع المهري لتمزيق وحدته وألفته وكل ما هو جميل في هذا المجتمع. هذه مهمة الاستخبارات بشكل عام، ولكن ولله الحمد أصبح المجتمع المهري مجتمع واعي وفاهم ما يدور حوله، ولن يسمح بما ياخذ من حقوقه وأن يقعه في مستنقع هو مستنقع صعب لن يخرج منه الجميع. كما قال رئيس المجلس العام لأبناء مهرة وسقطرى سلطان محمد عبد الله العفرار أن المجلس ولجنة الاعتصام التقيا خبراء من مجلس الأمن خلال وجودهم في المهرة. أكد السلطان العفرار مناقشتهم مع لجنة الخبراء عددا من القضايا السياسية، مشددا على أن أبناء المهرة لا يمكن أن يتنازلوا عن حقهم وقيادة بلدهم مهما كان الثمن. كنا أمس المساء في لقاء مع لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، وهي متواجدة حاليا في المهرة في الغيضة. فكان هذا اللقاء مجلس العام ولجنة الاعتصام، فكان اللقاء هو أخذ وعطاء بصورة كاملة عن المجلس العام وعن المحافظة وعن المجتمع، طبيعة المجتمع وارتباطنا المجتمعي. ناقشنا أمور مجملها هي سياسية وإقليمية، وحقوقنا التي نحن متمسكين بها الشرعية والقانونية. فالمجتمع المهري متماسك ببعضها البعض، ولن يفرط بسيادة أراضيه وحقوقه الشرعية والقانونية مهما كلف الثمن.